الماد حسيدا بمحبته في قلبي، بشفاعتك يا الحبيبي تغفر ذنبي، صلاة عليك وعلى الآل الصحابي. فن المديح فن مليح، هو سماع هو إنشاد هو كلام فصيح. يا القايل قول الله والمادح لرسول الله، كلامك كله قبول حيث فيه مدح الرسول. هو العزيز جانب الأصول، هو العدنان معجزة القرآن، هو الغالي هو الأمين، هو البشير جانب اليقين. صلوا عليه يا متتبعين، تنور قلوبكم كاملين، وما تكونوش من الغافلين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. متتبعينا الأفاضل في هذه القناة المباركة، هذه القناة القرآنية اللي كتضم عدة برامج اللي هي خاصة بالقرآن الكريم، منها برنامج رتل كما أنزل لتصحيح القراءة وكذلك لتعلم تجويد القرآن الكريم، منها برنامج لاستضافة القارئات، منها برنامج لحفظ متون وشرح متون تحفة الأطفال، وكيضم كذلك كتضم كذلك هذه القناة المباركة عدة قراءات قرآنية، كما كتضم كذلك عدة أدعية بعدة مقامات صوتية. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعل في ميزان حسناتي وميزان حسنات والدي وميزان حسنات شيوخي وشيخاتي ومعلمين ديالي ومعلمات ديالي إلى يوم الدين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلها في ميزان متتبعين الأفاضل. إن شاء الله تعالى غادي يكون في هذه القناة واحد البرنامج اللي هو برنامج سميناه المادح سيد النبي محبته في قلبي. علاش هذا البرنامج هذا؟ لأن المادح لرسول الله صلى الله عليه وسلم عنده ميزات كثيرة عند الله سبحانه وتعالى، منها استجابة أول حاجة، بعد استجابة لأمر الله تعالى. ثاني حاجة هو أنه اللي صلى على النبي صلى الله عليه وسلم كيحصل ليه من عند الله سبحانه وتعالى 10 صلوات، وبها كيرفعك الله سبحانه وتعالى 10 درجات، وكيتمحى بها 10 سيئات كذلك، وهي سبب شفاعته لينا غدا يوم القيامة، وهي كذلك سبب الغفران الذنوب، وبها كيكون الإنسان قرب الحبيب غدا يوم القيامة. اللي كيصلي على الحبيب بكثرة ما كيموت حتى كيبشر الله سبحانه وتعالى بالجنة، والصلاة على الحبيب نجاة من أهوال يوم القيامة، وهي سبب لرد النبي الصلاة والسلام على المصلي والمسلم عليه، هي كذلك سبب لنفي الفقر، هي تنوير القلوب، هي سبب البركة في جسد المصلي وفي العمل دياله وفي العمر دياله، هي سبب لهداية العبد وحياة القلب دياله، هي سبب لتثبيت قدم الإنسان على الصراط والجواز عليه بدون تعب وبدون مشقة. الصلاة على الحبيب هي عبارة عن شكر لله سبحانه وتعالى. علاش؟ على النعمة اللي أعطانا، اللي هي أنه رسل لنا واحد الرسول اللي هو من أعظم الرسل وخاتم الرسل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفي أن الصلاة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها استجابة الدعاء. أش يقول الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام؟ كيقول صلى الله عليه وسلم: من عسرت عليه حاجة فليكثر من الصلاة عليه، فإنها تكشف الهموم وتكثر الأرزاق وتقضي الحوائج. إذا فهذا خير كبير، من الصلاة على سيد النبي صلى الله عليه وسلم فيها خير كبير. المادح سيد النبي كينال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا أفضل ما يكون، لأن من نال محبة الرسول صلى الله عليه وسلم فقد نال محبة الله عز وجل. إليكم هذا الحديث العظيم ديال سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم اللي فيه واحد الفضل كبير للمادحين لرسول صلى الله عليه وسلم. روى ابن ماجه عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر ببعض المدينة، فإذا هو بجوار يضربن بدفهن ويتغنين ويقولن: نحن جوار من بني النجار، يا حبذا محمد من جار.
فقال صلى الله عليه وسلم: يعلم الله إني لأحبكن. أي فضل هذا، وأي شرف، وأي تكريم باش تنال مادحات للرسول صلى الله عليه وسلم هذا الفضل كامل، وهو حب الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو أحب الخلق لهم. إذا فهذا فضل كبير. متتبعين الأعزاء، ترقبوا معي هذا البرنامج اللي هو برنامج المادح سيد النبي محبته في قلبي عما قريب. كنصادفوا فيه مادحات لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يفرحوا قلوبنا بأصواتهم الشجية المليئة بذكر الله عز وجل وبالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وننالوا معهم الأجر والقبول وثواب الصلاة على الحبيب عليه أفضل الصلاة والسلام.